مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الجديد من أحداث وأصداء. في هذا اليوم نحاول التطرق لرسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الرسالة الثانية التي وجهها إلى الشعب الجزائري خلال أقل من شهر، طالب فيها المواطنين بالتزام اليقظة إزاء ما يحاك للجزائر من مؤامرات تستهدف زرع الفرقة وتفكيك الدول. هذه الرسالة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تحدث فيها عن أوضاع المنطقة العربية، وصف فيها الربيع العربي بالأمواج المخربة التي دبرت ضد الأمة العربية قاطبة، وعن دفع هذه الشعوب، شعوب الربيع العربي، ثمنا دمويا بسبب هذه الثورات. فهل كان فعلا هذا الربيع ربيعا مخربا؟ هل فشل في تحقيق أهدافه؟ وإذا فشل، من هو المسؤول عن هذا الفشل؟ ألم تقم تجربة ديمقراطية في مصر أنتجت رئيسا منتخبا وبرلمانا أيضا منتخبا تم الانقلاب عليها؟ ألم يحصل توافق في تونس أدى إلى وجود حكومة توافق ما بين تيارات مختلفة؟ نحاول في هذه الحلقة أن نراجع هذا الربيع العربي، ما الذي قدمه لشعوب هذه المنطقة، ولماذا يتخوف البعض منه من الربيع العربي. أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، عن يمين الدكتور عبد العزيز أغنية المحلل السياسي، وأيضا السيد سامر الخليوي المحلل السياسي أيضا. يعني أبدأ معك سيد سامر الخليوي، يعني بعد 5 سنوات تقريبا على انطلاق الربيع العربي، إذا أخذنا سوريا كنموذج، ماذا قدم لها الربيع العربي؟ نعم، يعني دعني أقول أن في سوريا مقومات الثورة السورية بسوريا من أولى ومن أقدم الدول العربية، يعني فتأخرت هي قليلا، بدأت في تونس وانتشرت في الدول الأخرى وكان لسوريا نصيبا بها، ولكن ما حصل بسوريا هو مختلف تماما عن الثورات التي حصلت قبل ذلك. نعم. يعني والشعب السوري دفع ثمن كبير، حيث استطاع من أراد أن يفشل الثورة الليبية والثورة التونسية وأذن ثورة مصر، واستفادوا منها ووضعوا كل ذلك بالثورة السورية لإفشال الثورة السورية. أضف إلى ذلك أن سوريا وموقعها الجغرافي له أهمية كبرى، خاصة لا ننسى أن إيران هي اللاعب كبير جدا في المنطقة، ولديها مشروع صفوي في المنطقة وكان بوابته هي سوريا، ولذلك إيران وقفت في وجه الربيع العربي خاصة في سوريا ومنعت انتشاره وحاربته لأنه يتناقض مع مشروع الإيراني الصفوي. من هنا يعني نحن نقول أن سوريا يعني كانت مثلها مثل شقيقاتها الدول الأخرى، استجابت وقامت بثورة شعبية، منها من نجح كما تفضلت وذكرت خاصة في مصر، ومنها من نجح وتم إفشاله كذلك. إذن مقومات الثورة، مقومات الربيع العربي كانت موجودة في سوريا عندما استجاب الشعب لما حصل في تونس وفي مصر وخرج إلى الشارع للتعبير عن هذه التطلعات. يعني بالتأكيد، وكما ذكرت يعني من أولى الدول التي كانت يجب أن تقام فيها ثورة في البلد كانت سوريا، ولكنها سبقتها تونس وليبيا وأنظمة ديكتاتورية أخرى، وستليها دولا أخرى إن شاء الله. إن نجحت الثورة السورية ستستمر. طيب جميل دكتور عبد العزيز، فيما يخص ليبيا، يعني ليبيا أيضا استجاب الشعب الليبي لما يحصل في المنطقة العربية، تفاعل معها، قامت ثورة أيضا في ليبيا، يعني انضمت ليبيا إلى الربيع العربي. ما الذي قدمه الربيع العربي في ليبيا؟ أخي صديقي الطيب، حقيقة نريد أن نعرف الربيع ولماذا سميت هذه المطالبات الشعبية بتغيير الأنظمة وبتحسين ظروف معيشية أفضل وتوفير فرص عمل إلى موضوع ربيع، ودخلنا في بروباغاندا إعلامية حصدت الأرواح والأملاك والتدخلات الأجنبية في المنطقة. هل هو ربيع أم صيف ساخن؟ هل المنطقة العربية فعلا تريد اسم الربيع وهي المنطقة الصحراوية التي نتطلع إلى الربيع فقط في سوريا أو في بعض الدول التي تكثر بها الأمطار وبها ريف أخضر وبها مناطق جمالية ونص العالم العربي أو الوطن العربي
صحراء قاحلة؟ هل اضمحلت حقيقة طموحاتنا إلى دول مستقرة يمكن أن توفر الأمن والأمان، واللي كنا في يوم من الأيام كعرب وكمسلمين نحلم بالوطن الكبير وربما بالأمة الأكبر التي تشمل وتتوحد في ظل التكتلات الموجودة في العالم الآخر؟ ولد الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، أمريكا قارة وما زالت دولة واحدة. التطلعات والأحلام شكل، الواقع والإفرازات كان شكلا آخر. نعم. عندما تتحدث عن الربيع دكتور عبد العزيز، نعم، ماذا تعرفه أنت شخصيا؟ نعم، هذا الذي حدث في المنطقة بالكامل كانت استحقاقات استغلت من أطراف عدة، استحقاقات داخلية للتغيير، لوضع أحسن، لمطالبات حياتية أفضل، تحسين للحياة السياسية، تنويع فيها، تغيير الوجوه، كل هذه الأمور مطالب شرعية لكل شعوب الوطن العربي الواحد حقيقة والوطن العربي الممتد. ولكن لا تنسى دخلت عليك المنظومة المصلحجية من الدول الغربية التي تطمح إلى الرجوع لفرض هيمنتها، دخلت عليك دول أخرى بالأموال لكي تلعب دور سياسي وتشيطن هذا التيار لكي لا يصل إلى دولها، إلى بيوتها التي ستخرب. اليوم العداءات للأسف الشديد لا نستطيع أن نطلق عليه الربيع مطلقا مع الكم الهائل من الدماء. علينا أن، وهنا طبعا يأتي دور من؟ دور النخب العربية. لماذا فشلت الدول النخب العربية والسياسية أن تستثمر هذه التغيرات وأن تجنب المواطن البسيط كفره بالديمقراطية وبالوضع وبالربيع العربي؟ طيب، سنأتي إلى هذه التداخلات لاحقا دكتور عبد العزيز. انضم إلينا أيضا عبر سكايب السيد سليمان شنين، مدير مركز الرائد للدراسات والأبحاث من الجزائر. مرحبا بك يا سيد سليمان معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا. يعني في البداية لو سألتك، يعني لماذا يثير الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ذكرى الربيع العربي الآن؟ لماذا الحديث عنها في هذا التوقيت ووصفها بالأمواج المخربة؟ ما الذي جد يعني في الجزائر؟ الذي جد أن حدود الجزائر في المرحلة الحالية تقريبا على نار، إعلان حالة الطوارئ من طرف الجيش الجزائري على جميع الحدود بمعدل 7000 كيلومتر، والرغبة في هذا التهديد الحقيقي الذي يعاني منه إخواننا في، كما ذكر الزميل من الأخ الصديق من ليبيا، ما يعاني منه في ليبيا وفي مالي وفي دول أخرى. فتذكير بهذا المعنى أن للأسف الشديد الخلاف الموجود بين النخب السياسية العربية لم يؤدي إلى ما تطمح به الشعوب من انتقال ديمقراطي سلس وهادئ، استثناء قليل وهو تونس، ربما تونس لأن جارتها الجزائر وحاولت الجزائر تحافظ على التجربة على قدر المستطاع. يثير الرئيس هذا الموضوع، والمعلوم عند الجزائريين وعند بعض الخبراء وحتى عند بعض القوى الدولية أن مخابر دولية تريد أن تهز الاستقرار في الجزائر حتى ولو رفعت شعار الإصلاح السياسي أو التغيير الديمقراطي. نعم. الجزائر لا معارضة عاقلة متعقلة لا ترغب في الانخراط في أجندات دولية، وللأسف الشديد الدول التي ترعى هذه النهضة العربية بين قوسين وهذا الطبيعة العربي هي نفسها تعاني من استبداد وأحادية ورأي واحد وغياب الديمقراطية. ولا يمكن أن يقبل العقل الجزائري في هذه المرحلة أن يكون من لديه حكم واحد عادي والطافي أن يعطيني الديمقراطية في بلد أو يرعى الديمقراطية. ولكن سيد سليمان، يعني قد يقول بعض ما علاقة الربيع العربي بذلك؟ يعني هل تشهد الجزائر مثلا إرهاصات لتحركات معينة لربيع قادم عند ليحذر منه الرئيس الجزائري؟ نعم، هو إرهاصات لتحركات دولية، وللأسف الشديد الأنظمة السياسية النظام الرسمي العربي سواء في الجزائر أو في غير الجزائر يتيح بيئة مناسبة لهذه الأجندات أن تتحرك داخل شعوبنا. يعني غياب الشفافية، غياب الراشد، غياب الديمقراطية، تهميش القوى السياسية، كل المعطيات هذه تقول بأن واقعنا العربي الرسمي يعاني من غياب للديمقراطية. ولكن هذه المعاناة لما تتوازى أو تتعقد أو تتشابك مع أجندات دولية يصبح الرأي الوطني والاتجاه الوطني العام أنني
لا أقبل ديمقراطية تأتيني بالدبابة، ولا أقبل ديمقراطية تأتيني من مخابر غربية. لا يمكن أن أقبل ديمقراطية تأتيني من المخابرات الأمريكية، ولا يمكن أن أقبل ديمقراطية تأتيني من الموساد أو من جهات تتعاون معه. وبالتالي نحن ندعو النظام الرسمي إلى تفويت الفرصة على هؤلاء والذهاب سريعا في إصلاحات سياسية معا مع القوى السياسية الوطنية، وعدم تعطيل الإصلاحات بحجة أن هناك أجندات دولية موجودة تترصد بالبلد، أو أن هناك تقارير استخباراتية تثبت بأن كثير من الأطراف ترغب في تحريك الوضع في الجزائر، لأنه لا يليق أن تبقى الجزائر هذه الجزائر بتاريخها بقواتها بجيشها الآن تبقى مستقرة، وكل منطقة بجوارها تعاني من حروب واهتزازات. هذا المنطق يجب أن يفهم الرسالة. الرئيس لما قال أدرك هذا المعنى وتم نوعي الشعب، كذلك هو طالب بأن يحدث أن يسرع من عملية الإصلاح السياسي، ولا تبقى عملية الإصلاح السياسي هادئة بطيئة كما هو الآن. الإصلاح السياسي يطلب منا أن تكون أكثر سرعة، أكثر تجاوب مع تلبية لطموحات المواطنين وطموحات ومطالب النخب سواء في الجزائر. الإصلاح السياسي تحدثت عنه يعني النظم العربية ربما إجمالا، وكانت دائما كان القادة العرب دائما يتحدثون في خطاباتهم عن الإصلاح السياسي، ولكن لم يتم شيء على أرض الواقع. لذلك ربما قد يقول بعض خرج الناس إلى الشارع للمطالبة بهذا الإصلاح. ابقى معي سيد سليمان، انضم إلي أيضا من الدوحة سيد أحمد الشرقاوي الصحفي والناطق باسم المجلس الثوري المصري. سيد أحمد معنا، مرحبا. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا بالسادة ضيوفك الكرام. اهلا وسهلا سيد احمد الشرقاوي. يعني مصر كان لها يعني ذكريات فيما يخص الربيع العربي، عاشت اياما يعني ثوريه ربما صعبه، عاشت اياما ديمقراطيه بانتخابات رئاسيه وبرلمانيه كانت نتيجه لهذه الثوره في مصر. آلت الامور من ثم الى انقلاب، يعني هذه التجربه تجربه الربيع العربي ما الذي أدت إليه في مصر، ما الذي قدمته لمصر برأيك؟ بتقديري أنه يعني الثورة في مصر التي يعني بدأت في 25 يناير وأطاحت برأس النظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وبعض رموز حكمه، كانت نتاج لعملية يعني تسوير للمجتمع منذ فترة طويلة. دعنا أخي الفاضل يعني نتحدث بصراحة. منطقتنا العربية وتحديدا في مصر آخر قلاع الاستبداد والديكتاتورية في العالم. إذا لاحظت أنه بعد انهيار الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي وانهيار سور برلين مع أوائل تسعينيات القرن الماضي، أصبحت المنطقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدا المنطقة العربية هي آخر منطقة يتحكم فيها الاستبداد والديكتاتورية. رغم أنه يعني الربيع العربي عندما انطلق لم يبدأ من مصر، إلا أن مصر هي البوصلة الحقيقية لتطورات الربيع العربي. نحن مثلا في المجلس الثوري نؤمن، المجلس الثوري المصري نؤمن أن الثورات تأتي على شكل موجات. فالموجة الأولى من الربيع العربي انتكست ليس فقط في مصر بالانقلاب العسكري الذي وقع على يد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 2 يوليو من عام 2013، أي يعني بعد مرور عامين ونيف من الثورة، لكن إرهاصات التحول الديمقراطي بدأت في مصر وأعتقد أنها سوف تستمر. القيمة الأساسية لثورة 25 يناير أنه قطاعات من الشعب المصري، قطاعات لا يستهان بها، باتت تؤمن بضرورة التغيير بل وحتمية التغيير. هذا الذي يحدث في مصر له ما بعده وله تأثيراته على المنطقة. القوى المحافظة في المنطقة والنظم المحافظة التي لا ترغب في التغيير هي التي تمثل الآن الثورة المضادة على ثورات الربيع العربي، وهي التي تحاول إيقاف حركة التاريخ. لكن نحن نؤمن أن التاريخ لا يمكن أبدا إيقافه، وهذه المنطقة مثل أوروبا الشرقية ستنهار فيها الاستبداد والديكتاتورية، وسوف تتحول إلى أنماط من الحكم أكثر ديمقراطية وأكثر انفتاحا.
الشعوب في منطقتنا تريد أن يكون لها دور في صناعة القرار، لكن العقبة الكؤود التي تقف أمام ذلك هي النخب، سواء كانت نخب عسكرية أو نخب أيديولوجية. طيب النخب، ولكن البعض سيد أحمد يتحدث عن يعني عن الدماء التي سالت بعد الربيع العربي، ويحمل الربيع العربي أو هذه الشعوب يحملها ربما المسؤولية في هذه الدماء التي سالت، أو يتحدث عن دور لأطراف خارجية غذت هذا الخروج للشارع. أنتم في مصر هل ما زلتم يعني هل تتفقون مع هذا الطرح؟ الحقيقة انه يعني معروف تماما انه الحرية لها ثمن، لا يمكن ابدا يعني حق هذا المنطق المغلوط هو يعني في تقديري حق يراد به باطل. الحق هو انه هناك ثمن تدفعه الشعوب لتنال حرياتها، هناك ثمن تدفعه الشعوب لتحقق امجادها وانتصاراتها. كأني بك تقول لي أنه ما كانت يعني الشهداء الذين وقعوا في الفتوحات الإسلامية كان من الأولى للدولة الإسلامية ألا تقوم ب يعني فتوحات ولا تعظم يعني مكاسبها بعد أن تبنى العرب الدين الإسلامي الدين الجديد وأوصلوه إلى العالم. أصحاب هذا المنطق تماما كالذين يقولون أنه ما في يعني ما هو الثمن الذي دفعه الشهداء من دمائهم حتى يتم فتح الأندلس أو حتى تصل الدعوة إلى القوقاز والصين. هذا منطق مغلوط في تقديري، فالحرية لها ثمن، وأعتقد أنه جزء كبير من الشعب المصري يدرك ذلك، ويدرك أنه لكي نحصل على الحرية ولكي يصبح الشعب في مكان صناعة القرار وليس النخب التي تمت صناعتها على أعين الغرب، هناك بالطبع وبكل تأكيد محاولات من النظم التي تسيطر على المنطقة، النظم الاستعمارية، الغرب، الولايات المتحدة وغيرها، لا تريد أن تحكم الشعوب، خصوصا إذا دخلنا في قضية أمن إسرائيل والحفاظ على أمن إسرائيل والحفاظ على المصالح الغربية وتدفق النفط واستمرار الملاحة في الممرات البحرية الموجودة في الإقليم العربي. طيب، كل هذه مصالح للغرب، لكن على ثورات الربيع العربي أن تطمئن الغرب، أن تحاول طمأنة الغرب، وأن يعني توصل رسائل له أنه إذا حكمت الشعوب فهناك دائما إمكانية للتوصل لتفاهمات وصيغ يتم بها الحفاظ على مصالح الغرب، وليس أبدا يعني الحل هو أنه يقف الغرب في مواجهة طموحات الشعوب، لأنه في النهاية الشعوب سوف تنتصر. طيب، والغرب واضح. إذا كان نظاما هنا أو هناك فإن النظم تتغير لكن الشعوب باقية. طيب، الشعوب باقية سيد أحمد الشرقاوي. أعود إليك سيد سامر الخلوي، يعني الحديث عن الحرية، لا حرية بلا ثمن. الشعب السوري قدم ربما ثمنا غاليا يعني إلى الآن 5 سنوات من الثورة. الحديث أيضا عن دعم دول غير ديمقراطية وأجهزة استخبارات لهذه، إنجاز التعبير يعني دعمها لهذه الثورات، هل ما زال هذا الحديث مقبولا بعد 5 سنوات عن انطلاق الربيع العربي؟ يعني دعني نكون منصفين، أنه نحمل النخب العربية هي مسؤولية الفشل، فهذا ليس إنصاف. الموضوع أكبر من ذلك بكثير. لا يراد للمنطقة العربية أن تسودها الديمقراطية، سواء بطريقة سلمية أو بطريقة ثورية. لنا تجربة في الجزائر عندما انتصرت الجبهة الإسلامية بانتخابات نزيهة ديمقراطية. ماذا فعل الغرب؟ حتى المسؤولين بالجزائر أحدهم صرح وقال الشعب صوت ضد الديمقراطية. انتفضت فرنسا وانتفضت الحكومة الجزائرية ومن معها، وأفشلوا تلك التجربة الديمقراطية بطريقة سلمية، لأنها يعني أشاعوا الخوف من وصول الإسلاميين، علم أنه وصلوا بطريقة إسلامية وقدموا برنامج انتخابي. عباس مدني قدم برنامج للرئيس الجزائري ولكنه لم يتم الاستجابة له. لما استفتي الشعب جاء بهؤلاء بطريقة ديمقراطية. من الذي أفشلها؟ أفشلها الغرب، وخاصة
خاصة فرنسا، ولنتذكر ماذا تحدثت الصحف الفرنسية والإنجليزية عن ذلك. لنا تجربة أخرى في فلسطين في حماس عندما فازت بطريقة ديمقراطية حتى لم يكن هناك دماء ولا غير ذلك، لماذا تم إفشالها؟ إذن هناك هدف أن لا تسود الديمقراطية في تلك الدول العربية. الكل يعلم أن الديمقراطية هي عدوة الدكتاتورية، ومن هنا الغالبية العظمى من الحكام العرب هم من الدكتاتوريين، ولذلك لن يقبلوا بأن تسود الديمقراطية لأنه لن يكون لهم هناك وجود. من هنا إذا انتقلنا إلى الدول التي ثارت وقدمت ثمن، وكل الثورات بالعالم يجب أن تقدم ثمن، لأن الثورة والحرية لا تأتي لا تمنح، لذلك يجب أن يضحى من أجلها. ولكن الفرق هو يعني كم تحتاج وكم المدة وكم عدد الشهداء الذين يجب أن يتقدم بهم. لو قمنا بمقارنة مثلا ما بين مصر وما بين سوريا، هناك فرق كبير ما بين سوريا وما كم عدد الشهداء الذين قاموا في مصر وقاموا في سوريا. من هنا أنا أؤكد على نقطة ثانية، أن لا يمكنك أن تساوي ما بين كل الدول العربية. نعم هناك أنظمة دكتاتورية تسود سواء القذافي أو في تونس زين العابدين أو حسني مبارك أو غيره، ولكن كل منطقة لها خصوصياتها. من هنا قد يكون سمح لانتصار في الثورة الليبية قبل أن تفشلها بعض الدول، ومن بينها الدول العربية كالإمارات التي ساهمت بشكل كبير بإفشالها وإفشال الثورة المصرية. بالنسبة لسوريا، إسرائيل كانت من الدول التي ترفض سقوط نظام بشار الأسد وترفض نجاح الثورة السورية بالرغم من كل هذه الدماء التي سالت وكل هذه التضحيات. الشعب السوري اختار، ليس فقط الدول العربية انتفضت، يعني أنا لا أتفق مع بعض الأخوة بذلك أنه من أجل فرصة عمل أو من أجل، لا هذا ليس بصحيح. الشعوب العربية ثارت على الظلم، ثارت هذا الربيع العربي هو صحوة وانتفاضة على الظلم الطويل. شعارات كانت تتحدث عن الحرية والكرامة. نعم نعم نعم، عن المساواة، عن العدل، عن سيادة القانون، عن استقلالية القضاء، عن أمور كثيرة. يعني حتى بسوريا، ودعني أذكر ذلك، عندما قامت الثورة السورية ماذا تحدثت بثينة شعبان؟ قالت أن سوف يعني نزيد من المرتبات للشعب السوري. انتفض الشعب السوري وقال يعني يا بثينة يا شعبان الشعب السوري ما نجوعان. إذن الثورة هي ليست ثورة من أجل لقمة العيش، ولكن من أجل الكرامة، من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية. من هنا الكل تتفق مصالحه بالغرب ودول المنطقة والدول الفاشلة وباقي الدول الغير ديمقراطية تتفق مع تلك الأنظمة لتدعمها. ومن بينها الآن مثلا لنا تجربة في الجزائر، الجزائر حكومة ورئيسا يدعم نظام بشار الأسد بكل شيء، يقف بجانبه بكل شيء. وكما قلنا هناك كانت تجارب سلمية تم إفشالها مع الأسف الشديد، بالرغم من أنها لم يكون هناك فيها عسكرة ولا غير ذلك. طيب وهذا ما حصل. دكتور عبد العزيز، يعني موقف الغرب، هذا الموقف الذي ضرب سيد سامر يعني أمثلة عما حصل في الجزائر، ما حصل في غزة، تم التخلي عن هذه الديمقراطيات وعدم دعمها لأنها أوصلت ناس يعني بذو خلفيات أو أوصلت الإسلاميين إلى السلطة. إذن كيف نفهم الحديث عن دور الغرب في دعم هذه الثورات إذا كان الغرب لا يريد أصلا ديمقراطية لهذه المنطقة؟ سيدي الفاضل، ربما أنا أنظر للأمور بطريقة مغايرة عن الأستاذ سامر ما ينظر إليها، ربما من زاوية أخرى. الزاوية الأخرى هي تكمن في هذه المنطقة العربية بالكامل، من نتكلم من المغرب وحتى دولة الإمارات، من الخليج، من المحيط الأطلسي، محيط إلى الخليج. إلى الخليج. هذه منطقة ذات صراعات تاريخية وذات أهمية استراتيجية لاستقرار العالم الغربي واستمرار تدفق ثروات هذا الإقليم إلى تغذية بنوك العالم التي تمر الآن بضائقة مالية فظيعة. استغلت ما بين طلبات الناس في تغيير، في إدارة حاكمة، في متطلبات حياتية كثيرة، مع بعض لها؟ مع بعض الشعارات استغلت من قبل من المنظومة الغربية. فلنفر اليوم في ليبيا، انتهى عهد القذافي، ماذا حل بليبيا؟ 4 سنوات قتال، عدم اتفاق، الدولة لم تستطع دفع مرتبات مواطنيها، رغم أنها دولة عندما غادر القذافي البلد، غادر الدنيا، ترك أكثر من 400 مليار بأموال الدولة الليبية.
ها الغرب اليوم في اجتماع آخر اجتماع توافق على الحكومة الليبية في تونس، وأنا أضرب مثالا بالحالة الليبية، حضر اجتماع التوافق 18 سفير لدولة غربية. لماذا حضر 18 سفير لدولة غربية ولم نرى لا عرب ولا مسلمين ولا أي أحد من هذه الأطراف يستطيع أن يحتضن هذه الفوضى ويخلق وفاق أو توافق داخل الوطن؟ إذن هناك أطراف تريد أن تستفيد، تريد أن تعزز مفهوم الفوضى الخلاقة، وهي ليست خلاقة للأسف الشديد، هي تحصد أرواح المدنيين. وهنا في سوريا الأخ، لا أستطيع أن أكون سوري أكثر من سوريتي، ولكن المواطن السوري وليس السياسيين وليس طموحات الحرية والديمقراطية، إنما المواطن البسيط سواء كان في ليبيا أو في سوريا هو الذي يعاني الأمرين. المواطن البسيط هو الذي يغذي للأسف الشديد جسده وروحه وأملاكه وأطفاله، هو الذي يغذي هذا الترس الكبير الذي أطلق عليه اسم الحرية والديمقراطية. نحتاج، نعم أتفق مع الأستاذ سامر في موضوع أن لابد أن نكون نحتكم إلى صندوق انتخابات، أن ندعم صندوق الانتخابات، أن نحاول أن نبحث عن حلولنا بطريقة بعيدة عن حياة وأرواح ودماء البسطاء. نعم. في بلداننا هذا التحميل، تحميل الغرب لكل ما يجري الآن في المنطقة، وأنت ذكرت ليبيا كمثال، يعني لماذا إذن لم يتفق الليبيون؟ يعني ألم يسعى الأمم المتحدة لاتفاق، لوجود اتفاق لجمع الليبيين، وإلى الآن نرى أطراف ليبيا لا تريد التوقيع على هذا الاتفاق أو تمرير هذا الاتفاق للخروج من المحنة التي تعيشها ليبيا. سيدي الفاضل، الأطراف الليبية لا تستطيع أن تعيش بدون دعم أجنبي خارجي. هذا الدعم الأجنبي ينتقل من الدول العربية إلى الدول الغربية. ليبيا تاريخيا ليست دولة ذات استعمار واحد فرنسي أو إنجليزي مثل مصر والسودان أو تونس والجزائر والمغرب. ليبيا مقسمة ما بين الاهتمام الجزائري وما بين الاهتمام الفرنسي في الجنوب والإنجليزي في الشرق والأمريكي الإيطالي في الغرب الليبي. ليبيا عقود النفط موقعة مع الألمان ومع الفرنسيس ومع الإيطاليين، بينما يحاول جاهدين الإنجليز والأمريكان العودة لنفس العقود. ماذا عن الدولة، الدولة العميقة في ليبيا، محاولة النظام للعودة مجددا، ألا تحمل مسؤولية في ذلك سواء في ليبيا سواء في مصر سواء في دول أخرى؟ يعني هنا أريد، ما هي الدولة العميقة؟ هل الدولة العميقة من يعتقد من 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 لديه توجهات سياسية، أم يقصد بالدولة العميقة هم الحرفيين في جهاز الأمن وجهاز الشرطة وجهاز الجيش؟ هل هؤلاء الحرفيين إذا تم إقصاءهم، ولما تتكلم على ضابط كبير في الأمن أو ضابط كبير في الجيش، نعم، وهذه خبرات من الفرد العادي إلى قادة المؤسسات، هل تم إدماجهم في الدول الجديدة؟ طيب سأعود معك لنقاش هذه النقطة دكتور عبد العزيز. انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور الأستاذ عبد الكريم الهاروني، الوزير التونسي السابق من تونس. سيد هاروني مرحبا بك. التجربة التونسية كانت تجربة مختلفة ربما عن ليبيا وعن مصر، تمت الثورة، تمت انتخابات وعاد يعني الانتخابات برئيس ومن ثم انتخابات أخرى. هذه التجربة، تجربة التوافق التي تمت، وأيضا تجربة أيضا التنازل إذا صح التعبير من قبل أطراف، إذا تحدثنا مثلا عن حركة النهضة، هذه النتيجة التي قدمها الربيع العربي لتونس، يعني كيف نقيمها الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الثورة في تونس كانت شعبية وبقرار تونسي وليس أجنبي، وهي ثورة ليست للتصدير، كما أنها لم تقع توريدها من الخارج، وهذه الثورة تونسية، والمرحلة الانتقالية كانت تونسية بحلول تونسية. وقليل من الثورات في العالم نجحت لأنها لم تنجح في المرحلة الانتقالية بعد الثورة وبعد انطلاق الجماهير في تحركها. نحن في تونس حرصنا على أن تكون ثورة سلمية بدون انتقام، وأن تكون محاسبة المجرمين قبل الثورة بالعدالة الانتقالية، وحرصنا أن يكون الانتقال الديمقراطي بدون إقصاء سواء كان باسم القانون أو باسم الواقع، حتى تبقى الكلمة عند الشعب ويبقى صندوق الاقتراع هو الفيصل بين كل الأطراف،
وحرصنا كذلك أن يتحول النجاح السياسي إلى دستور، دستور وفاقي يعبر عن التونسيين والتونسيات بمختلف انتماءاتهم، وهذا سيعطي مرجعية للدولة ومرجعية للثورة متفق عليها. وحرصنا على أن تنجح الانتخابات ونحول النجاح السياسي إلى نجاح اقتصادي. فالتحدي اليوم أمام تونس هو بدرجة أولى اقتصادي واجتماعي، بناء اقتصاد قوي ومستقل، وبناء عدالة اجتماعية لرفع تحدي البطالة ومواجهة الفقر والمناطق المهمشة والمشاريع والإصلاحات المعطلة من مخلفات عشرات السنين من الاستبداد والفساد. فنحن في تونس نحقق نجاحات ونحقق تقدم، ولكن ما زالت أمامنا تحديات اقتصادية واجتماعية يضاف إليها تحدي الإرهاب الذي يحاول إرباك مسيرتنا، ولكن نحن حققنا انتصارات على الإرهاب، ونحيي جيشنا وأمننا وشعبنا اللي هما يد واحدة لتحقيق هذه الانتصارات، وآخرها انتصارنا في الجنوب التونسي قريبا من الحدود الليبية في مدينة بن قردان المناضلة. فنحن نريد أن نقول أن المثال التونسي هو مثال بمعطيات تونسية وبحلول تونسية، ونحترم كل شعب، وكل شعب له أن يختار طريقه إلى الحرية والكرامة بدون وصاية لا من الداخل ولا من الخارج. طيب سيد هارون، يعني هل نستطيع أن نقول أن الربيع العربي في تونس استطاع أن يحقق أهدافه التي يعني بدأ بها، حتى مع وصف البعض لما تم في تونس أنه مجرد عودة للنظام القديم أو جزء من النظام القديم في المشهد التونسي؟ النظام القديم سقط بالثورة وبنجاح الثورة، والثورة أنتجت دستورا جديدا وهو المرجع للجميع. والمؤسسات الآن في الدولة هي مؤسسات منتخبة، فالنظام القديم انتهى، ولكن هناك من كان موجودا في النظام القديم أو من كفاءات البلاد القديمة التي انخرطت في الثورة وانخرطت في الدستور وقبلت بالديمقراطية، فهي التي التحقت بمسار الثورة ومسار الانتقال الديمقراطي، وليس تونس هي التي رجعت إلى الاستبداد وإلى الفساد. ونحن يجب أن نحترم ميزان القوى داخل مجتمعنا، وعلى النخبة أن تدافع مع شعبها على الثورة وعلى الديمقراطية وعلى العدالة الاجتماعية والهوية العربية الإسلامية. وشيء طبيعي بأن بعض القوى التي تضررت من الثورة التي كانت تدعم الفساد أو تدعم الاستبداد أو لها ولاء لغير تونس ستحاول أن تدافع عن مصالحها وتحاول أن تعطل مسارنا الثوري والانتقالي، هذا متوقع. ولهذه القوى إمكانيات مادية وإعلامية وعلاقات دولية، فنحن واعون بهذه الصعوبات، ولكن النظام القديم انتهى ولن يعود، وتونس لن تعود إلى الوراء، ولكن تونس توظف أكبر إمكانيات ممكنة من أبنائها للتقدم إلى الأمام في إطار الثورة وإطار الديمقراطية والوفاق وتحقيق أهداف الثورة إن شاء الله. شكرا جزيلا سيد عبد الكريم الهاروني الوزير التونسي السابق، حدثنا من تونس. أعود إلى ضيفي عبر من الجزائر والمعذرة على الإطالة سيد سليمان الشنين، يعني من ضمن يعني أهداف أو من ضمن الأسباب التي خرج بها المواطن العربي إلى الشارع هو تحكم هذه القيادات الحاكمة بالسلطة، عدم وجود خيارات ديمقراطية، عدم التخلي التنازل عن السلطة لقيادات شابة. ألا ترى أن في الجزائر الآن وإصرار السلطة على البقاء ألا يشكل ذلك دفعا لما يتخوف منه النظام في الجزائر ويحذر منه ويحذر من التجارب العربية في الدول المجاورة؟ أولا هذه الحالة العربية المشاهدة أصبحت ليست لا تخيف النظام، تخيف الشعب بدرجة الأولى. الشعب لا يريد أن يفقد الأمن، لا يريد أن يفقد الاستقرار، لا يرغب أن يعود الاقتتال بين أبناء البلد الواحد، لا يرغب بأن ويرى بعينه بأن مآلات التحرك تؤدي إلى هذه المسارات، لأن التمسك بالسلطة مثله مثل الرغبة في تغيير السلطة. اختلاف الإرادتين، نحن شعوب لا نعرف كيف نختلف، لا نقدر حق الاختلاف، لم نستطيع أن نحسم خلافاتنا عبر الحوار السياسي أو عبر الانتقال الديمقراطي أو عبر الصبر على بعضنا البعض.
للأسف الشديد أنت ترى في المنطقة الآن أن جيوش المنطقة كلها هدمت، لم يبقى في المنطقة إلا جيش إسرائيل، جيش العراقي انهار، الجيش المصري الآن يخوض معركة بينه وبين شعبه، الجيش في ليبيا انتهى، الجيش في تونس منهك في موضوع الإرهاب، وهكذا لم تبقى في المنطقة أي جيش يمكن أن يواجه العدو الصهيوني في يوم من الأيام إذا استطاعت هذه الشعوب أن تغير حالها من حال إلى حال. ولكن يا سيد يعني شنين، إذا كانت هذه الجيوش واجهت شعوبها في المنطقة وقتلت شعوبها يعني في المنطقة، ما الجدوى الحديث عن هذه الجيوش إذن؟ لكن في النهاية إذا نحن ندرك بأننا أبناء الوطن ونحن الحريصون على شعبنا وعلى إنجازاته وعلى ما تحقق من إنجازات رغم السلبيات الموجودة فيها، فنكون أحرص الناس على الجيش من غيرنا. السلطة تريد البقاء، النظام يريد البقاء والاستمرار، ولكن الجيش ملك للشعب، لكل الشعب، للدولة. هذه مقدرات ومقدسات الدولة، يجب أن نبعدها عن أي صراع. صحيح أن السلطات بعض الأنظمة الرسمية تستعمل هذه الأدوات في صراعها مع شعوبها، ولكن نحن النخب يجب أن نبعد هذا المعنى. هذا هو الفرق، وهذا الذي يصنع الفارق. يصنع الفارق أننا ندرك بأننا مستهدفين، أن كل ما مقومات القوة في الأمة مستهدفة، وحدتنا الوطنية مستهدفة، جيوشنا مستهدفة، دولنا كدولة مش كسلطة وكنظام مستهدفة. وبالتالي لما ندرك هذا نسير في مسار التغيير بهدوء وبمنطق وبمراحل، ونحاول في كل مرحلة أن نحقق شيء. أما الذي تحقق الآن للأسف الشديد لكن سيد شنين، يعني الشعوب خرجت للمطالبة بحقوقها، ومن انقلب عليها هي هذه الجيوش، يعني مصر كمثال، سوريا كمثال آخر، جيش الدولة يعني يقتل الشعب، في اليمن جيش يتبع لرئيس سابق يتحرك بأمره. إذن يعني كيف نحمل الشعوب هذه المسؤولية أو النخب عن تفهم هذه الجيوش؟ يعني مثل ما أشرت أخي العزيز، التعاطي مع النتائج المحققة أو النتائج الموجودة في أمر الذي فرضها الواقع لا يعني أننا سلكنا الطريق الصواب والصائب، بمعنى أننا علينا أن نراجع أنفسنا، أين أخطأنا، أين أصبنا. التغيير مطلوب، التحول والإصلاح السياسي مطلوب، ولكن هل الطريق الذي سلكناه هو كان صائبا، أم أننا ارتكبنا أخطاء وصلنا إلى هذه الحالة؟ لا يمكن لأي عاقل، لأي وطني أن يفهم بأن تدويل أزماتنا هو حل. لا يمكن أن نعطي قرارنا للروس أو الأمريكان أو من ينوب عنهم ونقول بأننا حققنا انتصارات. أي انتصارات من هذه؟ لا يمكن لهؤلاء أن يرون مصالح شعوبنا ولا استقرارهم ولا دماءهم. وبالتالي إيصال أزماتنا إلى التدويل هو نوع من أنواع الفشل للنخب، سواء كانت في المعارضة أو في السلطة أو في النظام السياسي. وبالتالي نحن مطالبون بإيجاد آليات تغيير أخرى، مراجعة حساباتنا. إذا أخطأنا في الطريق نقول أخطأنا ونتحمل هذا الخطأ، لأننا أصحاب حق وأصحاب قضية وقدر وأصحاب نقول نحن أقرب لشعوبنا من غيرنا من الأنظمة الرسمية الموجودة. وبالتالي نحن أحرص من هذه الأنظمة على دمائها. ليس هذا المعنى مسلم به بأن الثورات مطلوب أن تقدم تضحيات، يعني يضحي المواطن البسيط والباقي يبقى في مكاتبهم يتحدثون مع هذا مطلوب. وبالتالي المطلوب هو أن النخب تقود التغيير وتكون قائدة للتغيير وتكون في أرض الواقع وتتحرك من أرض الواقع. ولم تثبت تجاربنا الجحالية أن للأسف الشديد، يعني صحيح أن المعارضة قد تكون تضطر تخرج إلى الخارج. الصورة سيد سليمان، شكرا. شكرا جزيلا سيد سليمان شنين، مدير مركز الرائد للدراسات والأبحاث من الجزائر، حدثنا. انضم إلي أيضا من إسطنبول السيد نبيل البكيري، الباحث والكاتب اليمني. مرحبا بك سيد بكيري. أهلا وسهلا بك. يعني اليمن عاشت أيضا تجربة في الربيع العربي، وامتدت هذه التجربة خلال هذه السنوات إلى أن وصلت اليمن الآن إلى حرب ما بين يعني جماعة الحوثي، ما بين النظام القديم نظام علي عبد الله صالح، وأيضا الشعب اليمني. هل برأيك أخطأ الشعب اليمني في هذه الوسيلة، وسيلة التغيير التي قام بها هي ما أوصلته الآن إلى هذا الوضع من تدخلات خارجية وغيرها؟ أولا أسف لعدم وضوح الصوت جيدا. أنا سمعت ربما بعض أو فهمت ملامح السؤال
فيما يتعلق بأن الثورة كانت سببا في وصول اليمن إلى هذه المرحلة من الاقتتال. أنا في اعتقادي هذا قراءة مبتسرة وقراءة مستعجلة للحالة التاريخية وللصيرورات التاريخية لمسألة الثورات في العالم العربي وفي المجتمعات ككل. الثورة هي صيرورة تاريخية وتأخذ مداها الزمنية المطلوب، قد تمتد عقدين أو ثلاثة أو أربع عقود، لكن في الأخير هي مرحلة نضال مجتمعي وتاريخي وثقافي وفكري وسياسي وعسكري أيضا في بعض محطاتها ومراحلها. وبالتالي ما يحصل اليوم من حروب واقتتال في بلدان الربيع العربي هو نتيجة طبيعية لملامسة هذه الثورات، ملامسة هذه الثورات لطبيعة التكوينات أو قدرات الثورات العربية على نفس البنى الحاكمة المستبدة العسكرية التي كانت تتحكم بمصائر هذه الشعوب. وبالتالي هذه ردة الفعل أو ما نسميها ونطلق عليها بالثورات المضادة هي تعبير حقيقي عن مدى قدرة الثورات العربية عن إحداث التغيير واستمرارها في إحداث هذا التغيير مهما كانت هذه العقبات وهذه التحولات التي يواجهها الثوار في الميدان وفي هذه المنطقة. نعم، مع التجربة التي عاشتها اليمن يعني بعد تدخل الدول العربية، التحالف العربي الآن في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، يعني هل نستطيع أن نقول أن الشعب اليمني يسير في طريق تحقيق الأهداف التي خرجت من أجل هذه الثورة؟ أولا لكي يكون واضحا معك أن مسألة تدخل دول الخليج العربي في هذه الثورة هي أنها اليوم تدفع ضريبة وقوفها الكبير، وقوفها مع ثورات أو مع الأنظمة المستبدة التي قامت ضدها ثورات الربيع العربي. وبالتالي نتيجة لغياب الاستراتيجيات وغياب الرؤى لدى هذه الحكومات اليوم التي يعني أدركت خطأها متأخرا، هي تدفع ضريبة هذا التخاذل أو تدفع ضريبة محاولة إيقاف التاريخ عن الجريان في مجراه الحقيقي وهي مجرى الثورات والتغيير والشعوب. وبالتالي الوقوف ضد إرادة شعوب دائما ما يؤدي إلى نتائج عكسية كما نلاحظه في الحالة اليمنية. خير مثال اليوم تم تسليم اليمن بكل ما تملك وتم إعاقة ثورتها وتسليم ملف اليمن إلى أو تحوله إلى ملف للمقايضات والمزايدات الإقليمية وتحول أيضا وتسليم اليمن كلقمة صيغة بيد المشروع الإيراني في المنطقة. وبالتالي لم تكن تدرك هذه الأنظمة الخليجية أنها تفعل ذلك إلا حينما سقطت صنعاء وتبين أن هناك مشروعا يتوارى خلف هذه الميليشيات ممثلا بالمشروع القومي الفارسي الإيراني الذي أسقط بغداد وأسقط أيضا دمشق وبيروت وهو اليوم بصنعاء. وبالتالي مثل هذه الإخفاقات الكبيرة هي تدفع ضريبة وقوف هذه الحكومات أو غياب الرؤى لديها ووقوفها باتجاه أو أمام إرادة الشعوب التي تتوق للحرية والاستقلال. شكرا جزيلا سيد نبيل البكيري الكاتب والباحث اليمني، حدثتنا من اسطنبول. أعود إليك سيد سامي الخليوي، يعني باختصار لو عاد التاريخ إلى الوراء بالشعب السوري هل برأيك يتخذ موقف آخر مختلف؟ بالتأكيد سيتخذ نفس الموقف، والشعب السوري يعلم تماما أنه لا توجد أنصاف ثورات، لذلك هو مستمر بثورته، ويعلم أيضا أكثر من ذلك أنه لو توقفت الثورة السورية المباركة لكانت الخسائر أكبر بكثير. بشار الأسد ومن معه سينتقم من كل فرد سوري كما هو منتقم الآن. من هنا أنا كما قلت من البداية أن الأولويات الثورات العربية كانت في سوريا أكثر من غيرها، من هنا الشعب السوري يعلم ذلك وانتفض على ذلك النظام المجرم القاتل وسيستمر حتى إسقاط ذلك النظام المجرم. طيب جميل. سيد أحمد الشرقاوي، يعني باختصار يعني سؤال أخير برأيك، يعني هل يستمر الشعب المصري في ثورته رغم ما تم من اعتقالات من أحكام إعدام من سكوت دولي على هذه الانتهاكات حقوق الإنسان في مصر من عودة النظام القديم للتحكم بكافة تفاصيل المشهد في مصر؟ يعني أنا تقديري وإحنا رؤيتنا في المجلس الثوري المصري أنه الثورة سوف تستمر حتى يتم إسقاط الثورة المضادة التي جاءت ضد ثورة 25 يناير. الانقلاب العسكري كان ثورة مضادة في أعلى تجلياته، وبالتالي سيستمر
نضال الشعب المصري حتى يتم اسقاط هذا الانقلاب يعني الفاشل المجرم. نحن في المجلس الثوري نتبنى هذا الاتجاه ونرجو من الاخوه رفاق الثوره الا يقدموا اي تنازلات في هذا الصدد. صراعنا الاساسي الان في مصر صراع ما بين الحريه والاستبداد والديكتاتوريه، وكما قلت في مداخلتي السابقه انه مصر هي بوصله ثورات الربيع العربي، ولا نريد ان يعني تستمر حاله الاستبداد والديكتاتوريه فتستمر في بقية المنطقة العربية. إسقاط النظام الانقلابي الاستبدادي الدكتاتوري سيفتح الباب لانتشار الحرية في المنطقة العربية بأكمله. نعم، شكرا جزيلا سيد أحمد الشرقاوي الكاتب الصحفي والناطق الرسمي باسم المجلس الثوري المصري، حدثتنا من الدوحة. أختم معك دكتور عبد العزيز الأغنية، يعني هل يتفق الليبيون، هل يخرجون باتفاق لتجنيب ليبيا ما أسميته أنت بالتدخلات الغربية؟ سيتفق حتما، ربما يأخذ الأمر فترة أطول للأسف، لكن سيتفق الليبيين لأن القاعدة الشعبية البسيطة اليوم عادت للوفاق، عادت الحياة الطبيعية نوعا ما ما بين بعض المناطق. يلتقي الليبيين عندما يذهبون إلى تونس أو يذهبون إلى تركيا أو يذهبون إلى مصر أو يذهبون إلى أي من الدول، لا يتكلمون عن اختلافاتهم السياسية، يتكلمون على ما يجمعهم، وهذه بادرة خير نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكملها بوفاق وطني. للأسف من استفاد من هذه التغيرات التي حدثت بليبيا ومراء الحروب الذين استفادوا سلطة أو مال أو تحصلوا على سلاح متمترسين خلفهم للأسف الشديد بدون تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية والصفح العام والعفو العام وجبر الضرر، هؤلاء يظنون يحسون بخطر العدالة من أيديهم، لأن حزم الجرائم من طيلة الخمس سنوات التي انتهكت بحق المواطنين، هنا لا أتكلم على الدولة وما خسرت والمشاريع، ولا أتكلم على 200 مليار دينار ذهبت في الأدراج الرياح، مشاريع متوقفة، المواطن الليبي يسعى أن تعود عجلة البناء في ليبيا. نعم، شكرا جزيلا دكتور عبد العزيز أغنية المحلل السياسي، كما أشكر ضيفي هنا في الاستوديو السيد سامر الخليوي أيضا المحلل السياسي، وأشكر كل من شاركني اليوم بالهاتف أو عبر سكايب من إسطنبول من الجزائر ومن تونس أيضا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، ألقاكم في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.